اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين في محطتنا الحواريه الثانيه، ويسرني ان اقابل او التقي بالاستاذه بشاير العنزي رئيسه قسم الاجتماعيات بمدرسه ابن سينا وحوارنا معها بخصوص المنهجيه او منهجيه الانماء في مجال التعليم. حياك الله. هلا الله يحييك حبيبتي. هلا ومرحبا فيك ومساك الله بالخير. تسلمين. اهلين استاذه. بدايه نبي نتكلم او نعطي الساده المشاهدين فكره عن المشروع. اولا منهجية الانماء يتكلم او اساسها هو انماء المعلم. طبعا احنا كرؤساء اقسام داخل المدارس اهم الامور اللي احنا نقوم فيها هي تطوير او انماء المعلمين. الانماء المهني هو تطوير المعلم وتدريبه. لها اساليب كثيرة، كل رئيس قسم له اسلوبه. والاسلوب اللي دائما احنا نستخدمه يعني ان احنا نحط خطط لبعض المواضيع اللي نبي نطور معلمينا فيها ونطبقها معاهم خلال العام الدراسي في ورش تدريبيه. نعم. اما من رئيس القسم تقدم او المعلم. نعم. لكن الاسلوب اللي انا حبيت ان انا اقدمه السنه كان مختلف. وزدت على الإنماء المهني كلمة منهجية. المنهجية هي علم المناهج أو البحث العلمي. نعم. وهو الاعتماد على الخطط للوصول إلى الأهداف مراد تحقيقها. فأنا اعتمدت على كتاب، اسم الكتاب 101 استراتيجية في التعلم النشط للأستاذ. نعم. ماشي الشمري. الكتاب هذا كان له صدى كبير بين المعلمين بالفترة الحالية، خصوصا أن أولادنا المتعلمين بالفترة هذه يعني نشيطين وشطار ويعرفون كل شيء. فأنت عشان توصل لهم المعلومة بطريقة جاذبة لازم تتبع بعض الاستراتيجيات طبعا الموجودة داخل هذا الكتاب اللي تعين المعلم على توصيل المعلومة للمتعلم. استاذه، بما انك انت صاحبه الفكره، خلينا نقول شو اللي خلاك تفكرين انك تكونين هذه الفكره او هذا المشروع؟ هي الفكره اساسا جات من هرم التعليم. نعم. هرم التعليم اعلى نسبه فيه هي نقل المعلومه للاخرين، تمثل 90%. نعم. فانا عشان احقق اهدافي مع اللي امامي انا اخلي هذا الشخص ينقل المعلومه حق شخص اخر، انا بكذي حققت 90% من هدفي معه. فهذا الاساس. الكتاب اللي اخترته مثل ما قلت 101 استراتيجية. نعم. حطيت له خطة زمنية وقسمته على معلماتي، كل مجموعة خذوا جزء من هذا الكتاب يطلعون عليه، يقرونه، يبحثون ويطبقونه داخل ساعاتهم الدراسية، وبعد ذلك يقدمونه لنا كورشة عمل. نعم. للفريق للمعلمات القسم. نعم. فأنا بكذي خليت المعلمة تنقل المعلومة حق زميلاتها. صحيح. وأنا حققت معاها كذي 90% من نسبة التعليم اللي أنا أبي، أو نسبة أو الهدف اللي أنا أبي أحققه معاها. نعم. حققته بنسبة 90% لما قرت وبحثت وقدمت هذه المعلومة حق زميلاتها. جميل. زين، بما أن احنا الحين مقبلين على نهاية السنة الدراسية، متى بدأتوا المشروع وتم تنفيذه، وهل انتهت فترة المشروع ولا بعد لحد الحين ما انتهت؟ احنا بلشنا بسبتمبر. آه. شهر 9. نعم. ويبنى الكتاب وطلعنا عليه وقسمنا، يعني مع بداية مع بداية العام الدراسي. نعم. لأن أصلا هو رئيس القسم يبلش خطته مع بداية العام الدراسي. نعم. مع معلمينه. لحد الحين احنا منفذين من هذا الكتاب 50%، والبقية ان شاء الله راح نقدمها حق المعلمات خلال العام الدراسي القادم. 50% من الكتاب يعني 50 استراتيجية من الاستراتيجيات الموجودة داخل الكتاب احنا طبقناها مع المعلمات ومع المتعلمين داخل الفصل. تفضلتي حضرتك ان في السنة القادمة في مثلا نقول تكملة لهذا المشروع، ولكن في السنة القادمة راح يتم على نفس النمط ولا ممكن أن يكون في تطور وتجديد أكثر للمشروع؟ هو كمرحلة أولى الكتاب للمعلمات. نعم. والتدريب داخل القسم، لكن في مرحلة ثانية أن احنا نشرك المتعلمين معنا بهذا المشروع.
ان احنا نجيب لهم كتب لمرحلتهم العمريه ويقرونها كمجموعات وبعدين يتناقشون فيها وممكن هم يقدمونها لنا احنا كمعلمين. جميل، هل حقق مشروعك الاهداف المرجوه؟ احنا من الاستراتيجيات اللي اخذناها الخمسين استراتيجيه طبقنا 62%، وكنسبه مشاركه داخل الفصول كانت نسبه مشاركه المتعلمين معانا قبل لا نطبق الاستراتيجيات 70%، الان 100%. ما شاء الله ما شاء الله. ايضا الاستراتيجيه او الخطه القادمه للسنه القادمه ايضا تصل نسبه نجاحها ل 100%. ان شاء الله اتمنى. ان شاء الله باذن الله. ولكن نبي نتكلم عن اهميه تعزيز مهارات المشروع لدى المعلمات. هو المشروع هو تعزيز مهارات، هدفه الاساسي تعزيز مهارات وممارسات عند المعلم. نعم. فمن هذه المهارات والممارسات القراءه. بالوقت الحالي القراية نسبتها صارت قليلة، مو الكل يقرأ. فأنا لما أجيب كتاب كرئيس قسم وقسمه على فريقي، الكل راح يقرأ كذي، وبعدين راح نتشارك في البحث والمناقشة عن هذه المادة. فأنا كان من أهم أهدافي أن أنا أخلي معلماتي يقرون، أن ما يطلعوا لي المعلومة من النت، لا أنا بيهم يقرون كتاب. صح. ثاني شغلة الاطلاع والبحث. طبعا الإنسان لما يقرأ هذا راح يوسع عنده مداركه وراح يخليه يبدع أكثر. فهم أنا كنت حابة أن معلماتي يبحثون أكثر ويطلعون أكثر. نقل المعلومة للآخرين هذا راح يزيد ثقة المعلم بنفسه. صحيح. والاتصال والتواصل، هم لما أنا أحطهم كمجموعات وأخليهم يقرون الجزئية اللي هم مسؤولين عنها ويقدمونها، أنا هني نسبة الاتصال والتواصل عند معلماتي زدتها. كنا قبل الهوا شوي كنا ندردش بخصوص الموضوع، فتطرقت لي موضوع التعليم النشط. التعلم النشط. شنو هو التعلم النشط؟ هو اصلا كتابي 101 استراتيجيه في التعلم النشط. نعم. فالتعلم النشط هو مجموعه من الاستراتيجيات تطبق داخل غرفه الصف. نعم. مع المتعلمين، يكون للمتعلم دور فعال داخل الساعه مع المعلم بالساعه الدراسيه. نعم. يعني انا اشركه معاي بالعمليه التعليميه. نعم. فهذا الأمر أثر على أولادنا تأثير إيجابي، بحيث أن أنا مثل ما قلت لك كانت نسبة المشاركة أول 70. صح. الحين يوم أنا طبقت الاستراتيجيات هذه وهي استراتيجيات متنوعة. صحيح. صارت نسبة المشاركة 100%. ليش؟ لأن أصلا المعلم قاعد يقسم المهام، مثل ما أنا قسمت المهام على معلماتي، كل معلماتي أشركتهم بعملية تدريبي. نعم. المعلمة داخل الصف قاعد تشرك معلمينها بالعملية التعليمية. جميل. متعلمينها. اشراك الطلبة في المرحلة القادمة إن شاء الله، هل هذا من أهدافك تكون زيادة حرصهم على القراءة ولا زيادة التثقيف في داخل المدرسة بإطار مادة الاجتماعيات؟ هو الهدف العام للمشروع واحد. نعم. أن أنا القراءة والاطلاع والبحث، هذه كل الأمور، والنقل الخبرات والاتصال والتواصل، هذه كل الأمور راح تكون للمرحلة للمعلمات. نعم. والمتعلمين. صحيح. أنا الكتب اللي إن شاء الله ناوية أن أنا المتعلمين يقرونها راح تكون خاصة بأمور بمادة الاجتماعيات. نعم. بتاريخ الكويت، بس راح تكون كتب بسيطة تناسب مرحلتهم العمرية. نعم جميل. الفئة العمرية أنت مدرسة ابتدائي. ابتدائي. خصوصا بنين في مدرسة ابن سينا. شلون شايفة قبول هذه السن الحين، سن الفترة الابتدائية نقدر نقول عنها على القراءة؟ احنا عندنا اسم الله عليهم، او خصوصا المسابقات اللي قاعد تصير الحين، عندنا اسم الله عليهم المتعلمين يحبون يقرون مهما كان الايباد لحضور كبير. صح. بس هم من القصه والكتاب لا 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 طعم خاص. إيه. صح. فلا الحمد لله القرايه موجوده عند اولادنا لحد الحين. نعم. مو بنسبه عاليه بس موجوده. طبعا تطرقنا حق امور وايد، بس في نقطه وايد مهمه هي اهميه الارتقاء بالتعليم كمسؤوليه اجتماعيه، فشنو رايك في اهميه هذا الموضوع؟ طبعا الاساس بهذا الامر هو المعلم. نعم. المعلم الذي اذا حاول انه هو دائما يطور من ذاته. نعم. ودائما يكون مطلع على الجديد، احنا راح نرتقي بالعمليه التعليميه كامله. صح. فهو العاتق يقع الامر هذا جله على منه؟ على المعلم. صح. واحنا معلمين الحمد لله فيهم الخير وفيهم البركه، وناس تحب التطور ودائما يحبون يبحثون عن الجديد، خصوصا لما انا ازور الساعات الدراسيه عند معلماتي
أتفاجئ كل مرة ببرامج جديدة، بمواضيع جديدة. فالحمد لله ما دام احنا عندنا معلمين بهالقدر من المسؤولية، دائما راح يكون التعليم عند بالكويت مستوى عالي ان شاء الله يا رب. شكرا لك استاذه بشايه لمزي على تواجدك معنا، وكل الشكر لهذه الافكار الجميله في تطوير المعلمات والتعليم في دوله الكويت، حتى وان كانت بسيطه ولكن اهدافها ان شاء الله بما انها وصلت 100% نتمنى ان شاء الله الاستمرار فيها. تسلمين استاذه، مشكورين على هالاستضافه وما قصرتم. شكرا لك. ما زلنا مستمرين معكم اعزائي المشاهدين، ولكن بعد هذا الفاصل.